البساطة أهم عامل في انتشار المنتجات أو الخدمات الجيدة. الصناعة بحد ذاتها هي تبسيط. في أشخاص عندهم القدرة وعندهم المهارة إن هم يعملوا شيء أيا كانت هي طبخة أو برنامج أو إلى آخره، لكن تبسيطها بحيث إنه أي شخص يقدر يعملها، هنا الاشتراط عشان يكون فيها انتشار. طيب، هل هذا الشيء قد كده حصل؟ حصل من زمان ومن فترة طويلة، وممكن تلاحظه أنت في حياتك المعيشية. الآن لما تيجي على الوضع الاجتماعي، إيش الأشياء البسيطة اللي موجودة في الحياة الاجتماعية؟ مثلا اتفاق الناس على أكلات بتسميات وبتفاصيل محددة. فلما تيجي عندنا مثلا في المجتمع، لما اجي اقول لك عصيده، خلاص العصيده السبيسيفيكيشن تبعها، طريقه العمل حقها واضحه، فهذا عرف كويس. الان يعني التفاضل هذا ما ينتهي، بس انت كده خلاص حددت شيء معين، الخبز حددت شيء معين، فهمت علي؟ بس الين ما يوصل لمرحله انه يكون هو عرف سائد، هذه طبعا صعوبة. صعوبة انك تتحول مثلا منتج انت تشوفه ممتاز لعرف سائد كويس. غالبا في الغالب تحويل العرف سائد يحتاج عمل ضخم. بس في الوضع الحالي، يعني لو نلاحظ اي صناعة جديدة تمر بثلاث مراحل. تقديري، الله اعلم. المرحلة الأولى مرحلة اكتشاف، اكتشفوا حاجة معينة، تكنولوجيا جديدة وإلى آخره. هذه حتكون بس داخلة في دائرة المختصين، خلاص المختصين هم عارفين إنه هذا الشيء نجح. الآن كيف يبدأوا يدخلوا في مرحلة الانتشار؟ المرحلة الثانية اللي يدخلوا فيها هي مرحلة إبراز. الإبراز له أكثر من طريقة، بس الطريقة ملاحظة مثلا في التقنيات الجديدة، مثلا زي عندك الآيفون، الإبراز كان تسويقي. لو تتذكر معايا شوية، الآيفون زمان، قبل الآيفون الجوالات كانت ب 600 و 700 ريال، تمام؟ يعني حتى أقل من كذا، كانت 250 150، ومع ذلك كانت غالية، تمام؟ بس لما جاء الآيفون بثلاثة وشوية، كلها سنة وسنتين وتحصل كل الناس معاهم ايفون. تيجي تروح انا لحد الان ما انسى انه يوم من الايام كنت اروح اصلح السيارة حقي، تمام؟ بعدين طبعا الورشنجي يطلع الايفون حقه عشان يشيك على الكفر، يعني برنامج اللي هو المصباح، شغل المصباح بالايفون عشان يشوف الجوال هذا غالي، كيف قدر يوصل عليه؟ خلاص تسويق، ما لها علاقة بالسعر، ما لها علاقة بجودة الخدمة، هي تسويق ممتاز. الخطوة الثالثة اللي هي مرحلة التبسيط، تمام؟ خلاص الآن اللي هو التاتش فون خلاص انتشر. دحين الفكرة الثانية، كيف نحن يعني ننشئ، يعني نصنع أجهزة تكون سعرها مناسب يعني لفئات كبيرة من المجتمع، وفي نفس الوقت كمان ايش تكون مواصفاتها مقبولة كويس. هذا اختصاص شركات زي سامسونج، زي حتى نوكيا ممكن دحين ترجع، تمام؟ كل هذا يعني شوف، لاحظ الشركات اللي بتنشر والشركات اللي بتبرز، تمام؟ في الأساس مصدرهم فين؟ مصدرهم الابتكار والاختراع كويس. الابتكار والاختراع هذا يعني لو تشوف الناس اللي بيشتغلوا فيه، ما في يعني هم كانوا سبب في 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 الثورة الصناعية اللي حصل، لكن كإنجاز هو إنجاز علمي بس، لكن كإنجاز مادي شيء بسيط، يعني مقارنة بالشيء اللي تحقق للشركات الثانية، هذا شيء بسيط.
تمام؟ ليش؟ لانه هذول عندهم وجهه نظر للانجاز مختلفه عن وجهه نظر الشركات الثانيه. هذول انجازهم علمي مثلا، هذوليك انجازهم تجاري، وبالتالي تاسيسهم مختلف. انت ما تقدر تخلي ايفون سامسونج وسامسونج، كلها شركات جوال صح، لكن مختلفه في منهجها مختلف. طيب ايش نستفيد من الكلام هذا؟ نستفيد من الكلام هذا انه مو معناه انه الشيء اللي ما يتباع معناته مش ناجح. هي فكره كويسه، لكن الفكره الكويسه تحتاج ابراز، تمام، عشان تكون لها قبول. وبعدين لما يكون الشيء له قبول خلاص بدأ الناس انتشر عندهم عرف معين عن والله في جوال تاتش وهذا وزي، خلاص صار عرف موجود. ديك الساعة تبدأ الشركات اللي هي الضخمة تسعى في مسألة ايش؟ انه هي تبسط المنتجات بحيث انها هي تنشرها بشكل اوسع. وكل منتج يطلع طبعا عنده زمن افتراضي، تمام، يعني لو طلع يعني من سنة لسنتين خلاص ما حيقدر يثبت على نفسه. ليه؟ لأنه كل الأشياء تتغير، وبالتالي المنتج كأنه إيش؟ كأنه زي السنة 2007 2008 2009 2016 2015، سنين تعدي بس كل سنة لها أحداث، تمام، ولها يعني ظروفها الخاصة. هذا هو، ويعني ان شاء الله تكون واضحه الفكره، تمام، عشان ايش؟ بس تعطيك نفس، تمام، لما انت تبدا تشتغل في حاجه ما تقعد تحط صوره ستيف جوبز وصوره بيل جيتس. ستيف جوبز شخص ما عنده خلفيه في التقنيه، عنده خلفيه في تسويق التقنيه، تمام. بيل جيتس شخص عرف ينشئ شركة ضخمة تجارية، تمام، الهدف منها الوصول لأوسع شريحة من الزبائن، تمام. لكن اللي اخترع التقنية ناس في بيل لابس، ايش الثروات اللي حقوها؟ هم فين؟ ما تعرف اصلا، تمام، حققوا انجاز وعملوا سي لانجوج وخلاص انتهى. ما ادري حتى واحد منهم مروح ما حد يعرف مروح. هذه طبيعه الدنيا، وهذه هي، لانه الشيء اللي انت عندك يوصل اللي ينتشر هو انتشر عبر تجاره، شبكه تجاريه، تمام. كونه انه وصل عندك خلاص، هذه شغلتهم، هم يوصلوا الفكره للمستهلك بس.